أبدأ معك أستاذ فراس. أستاذ فراس، يعني هذه أول مرة ربما في تاريخ إسرائيل تلجأ فيها إلى سياسة الاغتيالات بينما هي مشغولة على الأرض في حرب فعليا. يعني سياسة الاغتيالات عادة كانت سلاحا تستخدمه إسرائيل في غير أوقات الحرب. لماذا برأيك لجأت إسرائيل الآن إلى سياسة الاغتيالات أثناء حرب غزة؟ لا، هي لم تلجأ لسياسة الاغتيالات أثناء حرب غزة، هي جزء من المعركة. إذا تذكر أن نتنياهو تحدث قبل أكثر من شهر وقال أعطينا الموساد الضوء الأخضر ليقوم باغتيال كل قيادات حماس في الخارج، وأننا سنلاحق كل قيادات حماس الموجودة في الخارج، لأنه الهدف المعلن للحرب هو القضاء على حماس، القضاء على المقاومة في غزة، إنهاء وتفتيت حركة حماس في داخل قطاع غزة، وهذا يعني استهدافها في كل مكان. فهناك اعتقالات لكل كوادر وقيادات حماس في الضفة الغربية، هناك أكثر من 4800 معتقل، من بينهم أكثر من 1500 محسوبين على حركة حماس في داخل الضفة الغربية. وبالتالي مسألة الاغتيال هي جزء من الحرب المستمرة على قطاع غزة، ولا أعتقد أن في وارد إسرائيل أصلا كان وقف الحرب في قطاع غزة. يعني اليوم جالانت تحدث بوضوح، قال علينا أن ننتصر في الحرب على غزة، وإلا لن نعيش في منطقة الشرق الأوسط بهذا الخصوص. وبالتالي مسألة الاغتيال، ما هو حدود النصر هنا أستاذ فراس؟ ما هو حدود النصر أو شكل النصر هنا؟ طيب، وهذا شكل النصر، يعني هي المشكلة اللي عند إسرائيل الذي هو شكل النصر. الرمزية في الاغتيال أنها جاءت في الضاحية الجنوبية لبيروت، هنا الرمزية الموضوع في عملية الاغتيال، لأن هذا يعني تغيير قواعد الاشتباك الموجودة ما بين في الجبهة الشمالية، وتجاوز كبير لمسألة قواعد الاشتباك. وهنا نتحدث الآن عن توسيع المعركة أكثر وأكثر، لأن هناك بيان واضح من حزب الله بهذا الخصوص بأنه سيكون هناك رد وعقاب على هذا، على ما حدث في داخل الضاحية الجنوبية، وإسرائيل مستعدة لذلك في هذا الخصوص، لدرجة أن أكثر من محلل قال من يقوم باغتيال رضا موسوي في سوريا واغتيال صرح العلوري في الضاحية الجنوبية إذن هو مستعد للحرب. هذا إشارة واضحة للمحور إيران ومحور المقاومة بأن إسرائيل جاهزة للدخول في معركة على مستوى الإقليم ككل، وأنها تجاوزت قواعد الاشتباك السابقة وتريد قواعد اشتباك جديدة تتعلق بمحور المقاومة ككل. وأعتقد أن المسائل سوف تتوسع أكثر ولن تبقى على ما يحدث الآن من مشاغلة كانت تتم، أو من عمليات حربية كانت تتم على جبهة الشمال. يعني هنا الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يدعم الحرب إن كان في الشمال أو في الجنوب. يعني هنا يا أستاذ فراس، طبقا لكلامك، إسرائيل استخدمت حزب الله كصندوق بريد للرسائل المتبادلة بينها وبين حماس. لا، مش صندوق بريد، هي تعتبر حماس وحزب الله في قارب واحد، وبالتالي عندما يقوم حزب الله بعمليات عسكرية من في جبهة الشمال في دعم غزة، ويعلن عن ذلك أنه يقوم بهذه العمليات دعما وإسنادا للمقاومة في غزة، وبالتالي هذا تعتبره إسرائيل انتهاك كبير لا يمكن أن تقبل به إسرائيل، خاصة مع تهجير أكثر من 70,000 مواطن إسرائيلي من منطقة الشمال. وحزب الله خلق شريط أمني في داخل إسرائيل، لأول مرة يكون هناك شريط أمني في داخل إسرائيل نتيجة للعمليات التي يقوم بها بشكل يومي على مستوى الشمال. وبالتالي هي الآن توجه رسالة واضحة لحزب الله أن هذه القواعد الاشتباك انتهت، وأن إسرائيل جاهزة لأن تضرب العمق اللبناني، وبالتالي قامت بعملية اغتيال في داخل الضاحية الجنوبية، أولا تحت عنوان القضاء على أحد قيادات حماس المهمين والذي يقود العمليات في الضفة الغربية، لأن هذا الشيخ صالح العروري مسؤول عن الضفة الغربية بالأساس، وبالتالي إسرائيل معنية جدا بالوضع في داخل الضفة الغربية، وهي تحمل مسؤولية كل العمليات اللي حدثت في داخل الضفة الغربية. والرسالة الثانية إلى حزب الله أنها جاهزة لمعركة إذا أراد حزب الله هذه المعركة.